تمتد واحة أموند عبر طول وادي أمغار بداية من مجشر الزاوية أعلى الواحة إلى حدود مجشر الرحالة أسفلها، غير أن الشكل الطبيعي للواحة يستمر إلى حدود مركز مدينة آقا، بحيث تحيط أشجار النخيل الكثيفة بالواد من واجهتين الشمالية والشرقية على امتداد الواحة بطول 10 كيلومترات تقريبا. وتتميز واحة أموند أو واحة آقا كما يطلق عليها الباحثين المعاصرين بالفرشة المائية التحتية الغنية والمتجددة كذلك، وهناك من الخبراء من يعتبرها أولى فرشة مائية على الصعيد الوطني. تقع النواة الأساسية لهذه الفرشة عند مدخل مجشر الزاوية غربا بمساحة طولها كيلومتر تقريبا وعرضها حوالي 100 متر. يلاحظ أن مجشر الزاوية نواة هذه الفرشة المائية يتمتع أهاليه بعين تخصهم، وهذا راجع إلى كون هذا المجشر آخر المداشر المؤسسة تعود نشأته إلى سيد محمد بن يحيى بعد رحيله من مجشر القصبة حيث كانت زاويته الأولى. تنبثق هذه الفرشة عند مدخل مجشر الزاوية 6 عيون كلها متجهة إلى قلب الواحة، العيون والبساتين، وهي كالتالي: عين الجديد في ملكية سكان مجشر القصبة، وعين بوشن أو أبو الذئب مشترك بين سكان مداشر القصبة والرحالة وتوريرت وبعض من سكان توريرت وتقاديرت، عين ساقية القصر في ملكية سكان توريرت، وكذلك عين تحفيت وعين أمغار في ملكية سكان أكادير وزرو. هذا بالإضافة إلى عيون أخرى يقع منبعها في باطن الواد على طول امتداد، كعين إمازيغ وعين إسوقين في ملكية سكان تقاديرت، وعين تشوت وتحيريت في ملكية أيت عنطر، وبعضها من سكان توريرت وتقاديرت والقبابة. كما تزخر الواحة أيضا بمؤهلات سياحية هامة كالوديان والسهول والهضاب المرتفعة والمتوسطية ومساخات رملية شاسعة صالحة لإقامة منتجعات سياحية وحمامات رملية. أما المآثر التاريخية فنذكر على سبيل المثال صومعة الرحالة ومسجد قدير مغار. Thank you.